عشان انا بقى بحب ايه؟ بحب سيرة كهربا. بما اننا بنتكلم على كهربا، كهربا بكره موجود في ماتش اسوان. ايه ده؟ ده كان عنده برد امبارح، خف النهارده. ليه؟ خد الحقنه اللي هي بتاعت التيتانوس دي؟ لا لا، هو خف النهارده، ده لسه كان تعبان امبارح. يا عم خف النهارده، انت تعرف اكتر من الدكتور. هو خف النهارده، ربنا فتحها عليه. هو في ايه؟ هو فين كهربا؟ يلعب ماتشات معينه؟ تعال تعال تعال، ايه ده بس، واضرب اللايك، اضرب اللايك يا غالي. الواد ابو سبعه اللي اتفضح في ضيحه ال، اضرب اللايك يا غالي. هو كهربا حكايته ايه؟ هو ليه كهربا يلعب ماتشات كاس العالم للادويه، البطوله التسويقيه دي الوديه، ويلعب الدوري التعبان بتاع جمال علام وحازم امام وعامل حسين واحمد دياب، ويجي في الماتشات الافريقيه ما يلعبش؟ لو ماتش سان داونز اللي هو يوم الجمعه اللي جايه كهربا ما لعبش، لو كهربا ما لعبش يبقى اللي في دماغي صح. يبقى اللي في دماغي دي مش معلومه، دي دماغي انا قاعد بفكر ليل ونهار في الكوره يعني. طب لو كهربا ما لعبش ماتش سان داونز يبقى ده معناه ايه؟ لو كهربا ما لعبش ماتش سان داونز اللي جاي وجاله دور برد تاني، ما هو دور البرد بيجيله قبل بطولات افريقيا او قبل ماتشات افريقيا، لو جاله دور برد تاني عدسي عدسي، اعرف ان مشاركة كهربا باطل، جواز عتريس من فؤادة باطل. يعني ايه؟ فاكرين الجواب اللي اتبعت من الفيفا للاتحاد المصري؟ الاتحاد المصري بيقول له اللعبه ولا ما اللعبهوش، راح الاتحاد المصري رد قال له بص للجواب اللي انا بعته لك قبل كده. قال له ايه الفيفا؟ قالت للاتحاد المصري ايه؟ اعمل الصح. الاتحاد المصري يقول له زي احمد مكي اللي هو ايه؟ اعمل الصح. يرد غسان مطر اللي هو الفيفا، اعمل الصح. ايوه ايوه، اللي هو ايه الصح بقى؟ اعمل الصح. والفيفا ما ردتش. طب الجواب اللي كان الفيفا بعته اللي هو بيقول لاتحاد الكوره اعمل الصح، الجواب ده كان فيه ايه؟ الجواب ده كان فيه ايه؟ الجواب ده كان فيه ان اللعيب العقوبة الايقاف هتخلص يوم كذا، وفي بند تحت، بند كده بعيد شويه في اخر الورقه بيقول ايه؟ لا يجوز للاعب اللعب الا بعد سداد كافة الغرامة بالفوائد لنادي الزمالك. ايه ده؟ يعني ممكن يكونوا بيلعبوا كهربا في الدوري بطل؟ ممكن. وممكن يكونوا لعبوه في البطولة الودية دي اللي محدش هيسأل فيها ولا حد هي، ممكن يكونوا بيلعبوه بطل؟ طب الزمالك ساكت على حقه؟ لان الزمالك نادي دولة، والزمالك نادي وطني. الزمالك نادي، مش الزمالك اسمه الوطنية والكرامة؟ طيب الزمالك عشان نادي وطنية وكرامة مش هيشتكي النادي الاهلي في الفيفا. انت ما يردكش الاهلي يتأذي عشان الزمالك نادي وطني، واحنا كل مشجعين الزمالك رجال وطنيين، فاحنا مش هنشتكي الاهلي في الفيفا عشان احنا طيبين ونادي وطني. ده انا لو رئيس نادي الزمالك، يا لهوي، اعتبر القيامة قامت. فده بالنسبة لابو الكهارب، ده بالنسبة لابو الكهارب. هنشوف هيبقى موجود في ماتش سان داونز ولا نزلة البرد هترجع، هنشوف. طيب تعالوا ندخل على اخر موضوع. انا بقى بيعجبني الاهلي، انا بيعجبني الاهلي، وهشكر بجد في النادي الاهلي، هشكر فيه بجد مش هزار. الاهلي عمل ايه؟ الاهلي بيفكرني بالمثل اللي هو مش عارف، كنت بسمعه زمان. انتوا عارفين انا مش شرابيه، فانا عارف امثال معينه كده. مش عارف بيقول لك ايه اللي تلهيك، ومش عارف ايه اللي فيها تجيبه فيك. عمال افتكر ايه هي اللي تلهيك، تصدق مش فاكر. يعني انا فاكر المثل كله ما عدا الكلمه دي. فالاهلي بيفكرني بالمثل ده، بس نفسي افتكر الكلمه دي، مش عارف ايه تلهيك وتجيبه فيك. عمال افتكر، سبحان الله، اتمسحت اتمسحت
المهم لغايه ما افتكر اكتبوها لي بالانجليزي يعني لو انتوا عارفينها يعني. ماله بقى ليه انا بقول لك المثل ده؟ نادي رايح حرم حرم الهلال السوداني من جماهيره مفيش مشكله، نادي راح كابتن الفريق بتاعه محمد تسعاوي اتهجم وكان رايح يضرب، اتهجم على الجهاز الطبي والاداري وكان رايح يضربهم وقعدوا يحشوه وحرموهم من الجمهور، وبمجرد ان علي لطفي اتضرب على قفاه، ما علي لطفي دي الدنيا ضيقه، فاكرين الحكم بتاع سموحه لما علي لطفي راح عمل له كده شش اخرس شش هشوف ربنا، انا طبعا زعلان ان لعيب مصري اتضرب بالقفا. المهم عشان علي لطفي اتضرب بالقفا الاهلي عمل ايه؟ ما بيسيبش حق، رفع شكوى ليه الاتحاد الافريقي وقعد بقى يقول لك واحنا بنتمرن يوم الجمعه ولا يوم الخميس واحنا بنتمرن مش عارف رمونا بايه، وعملنا بلاغ للاتحاد الافريقي وبنشكو نادي الهلال ولم يتم توفير وسائل انتقال امنه، وكذلك غرفه خلع الملابس كان فيها مياه في الصرف الصحي، ورموا علينا العاب ناريه ورموا علينا اجسام صلبه وليله كبيره سعادتك، وجابوا لك دي في دي. شوف الاهلي ولا قال انا نادي وطني ولا قال انا مش هاذي نادي شقيق دوله شقيقه ولا في دماغه دوله السودان ولا نادي الهلال، وهو اللي غلطان يعني البدايه والاحتقان عشان الهلال ما لعبش على ملعبه بجمهوره، والاهلي هو اللي غلطان، وشوف هو اللي بيشكي. بقول لك المثل مش عارف ايه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك، مش فاكر المثل ده. ادي الاهلي وبيعرف ياخد حقه وعمل شكوى ضد الهلال السوداني في الكاف، ولا قال لك بقى انا نادي وطني ولا قال لك اشقائنا في السودان ولا محمود الخطيب قال لك انا راجل دوله ولا كل الكلام ده كله، على طول مصلحه ناديه فين؟ حتى لو مصلحه ناديه بالباطل هعملها يا عم، ده ممكن يكون مش مصلحتك بتاخد حق مش حقك هعمله، وده اللي انا بطالب بيه لو انا راجل يعني مسؤول في نادي الزمالك، هعمل كده والله العظيم، هاخد حقي واللي مش حقي هاخده، والعين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. تعال شوف الناحية التانية عشان اقول لك انا زعلان من ايه، وانا بتكلم كلام انتقاد اقوى من اللي العيال التافهة بيطلعوا يهاجموا مجلس الادارة بيه. نادي الترجي التونسي في ماتش المريخ على ملعبه في تونس في اول مباراة عمل خمس تغييرات في اربع توقفات، المفروض في ثلاث توقفات، وعمل ايه تاني؟ جمهور الترجي رمى اللي هي القارورة الكبيرة بتاعت المية دي رماها على لعيب المريخ السوداني اسمه اليكس سيلفا، وجمهور الترجي التونسي بعد ما رمى القارورة على لعيب المريخ عمل ايه؟ ولع الالعاب النارية والشماريخ. لو انت نادي الزمالك بتدور على حق نادي الزمالك كنت رحت اشتكيت في الكاف، وكنت حرمت الترجي التونسي انه يلعب بدون جماهير على ملعبه، لان عقوبة الشماريخ 3 ماتشات بدون جماهير، انما نادي الزمالك ما اشتكاش، ونادي الزمالك حافظ على العلاقات المصرية التونسية، والنادي الاهلي لم يحافظ على العلاقات المصرية السودانية. شفتوا الفرق؟ الزمالك هيلعب يوم السبت بملعب متقفل بجمهور، والمفروض الجمهور ده ما يكونش موجود، والترجي التونسي نص قوته في جماهيره.
شفت الفرق الناس اللي بتشتغل في الاهلي وعملوا ايه مع الهلال السوداني، ومش حقهم يعني، ده الزمالك حقه ومش وما جريش وراه، الاهلي مش حقه وبيجري وراه، لا يضيع حق وراءه مطالب. انا ما كنتش عايز اتكلم بقالي كام يوم، ولكن اخترت ان انا صارحكم من دلوقتي. عارف انت كتكوت ابو الليل بيقول لك ايه؟ اجديه ميت وجديه ميت هخاف من ايه؟ ده كتكوت ابو الليل. اعتبرني بتكلم زي كتكوت ابو الليل، اجديه خربانه وجديه خربانه هخاف من ايه؟ انا من الناس اللي مقتنعين ان امل اتجوزت. يعني ايه امل اتجوزت؟ يعني الزمالك مش هيكسب الترجي في تونس ولا هيتعادل، الزمالك هيتغلب وهيتغلب اكتر من اتنين، دي خدها كده حطها في اللاوعي عندك، الزمالك هيتغلب فوق الاتنين يعني من اتنين وانت طالع، ده توقعي. حلو حلو. فخلينا اقول لك الخبر اللي عندي عشان تبقى انت برضو عارف بيه بنسبة تتخطى 90%، في حالة هزيمة الزمالك ستكون آخر مباراة لفيريرا، وسيتم سداد الشرط الجزائي له، وسيتم رحيله بشكل محترم عن نادي الزمالك بدون أي مشاكل وبدون أي شكاوى في الفيفا والكلام ده كله. وبدأ نادي الزمالك يتكلم مع الكابتن خالد جلال، اللي كان المصري بيفكر في خالد جلال بديلا لحسام حسن، فالزمالك سمع المعلومة ان في مفاوضات ما بين المصري وخالد جلال. بدأ نادي الزمالك يكلم الكابتن خالد جلال ويسأله وصلت في المفاوضات لغاية فين؟ فالكابتن خالد جلال لا لسه، يعني لا ما اتفقناش ولا اتفقنا، لسه المفاوضات شغالة. فنادي الزمالك اتكلم مع الكابتن خالد جلال وقال له ما توقعش دلوقتي، ما توقعش دلوقتي، وقع امتى؟ بعد لما نشوف يوم السبت ايه اللي هيحصل، لان ممكن بنسبة كبيرة يكون الكابتن خالد جلال موجود، يكون الكابتن خالد جلال موجود. طيب، فبديل فريرة بيجهز، وبديل فريرة هيكون مصري، يا الكابتن خالد جلال يا الكابتن أسامة نبيه. طب انت يا محمد تفضل ايه؟ محمد مصطفى يفضل أسامة نبيه، ده قولا واحدا يعني، محمد مصطفى يفضل أسامة نبيه، عارف الفرقة، عارف أسرار الفرقة، عارف الدواخل والخوارج بتاعت الفرقة، عارف الأسرار معاشرهم. فالكابتن أسامة نبيه هو اللي يعرف يسوق الفترة دي. طبعا الكابتن خالد جلال مدرب ممتاز، ولكن أسامة نبيه هو اللي عارف الدهاليز بتاعت فرقة نادي الزمالك. فده بالنسبة بديل فريرة، والزمالك بدأ يسأل الكابتن خالد جلال انت ناوي على ايه مع المصري؟ هنشوف الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل. بص يا سيدي، زي ما يعني زي ما بنشيد بإدارة نادي الزمالك، زي ما هننتقد إدارة نادي الزمالك. ليه؟ النهاردة عرفت ان إمام عاشور، كلكم عارفين ان هو متباع ب3 مليون دولار، الفلوس هتصل نادي الزمالك او هتسمع في الحساب بتاع نادي الزمالك يا النهاردة يا بكرة، يا النهاردة يا بكرة. اعتبر الاسبوع ده، النهاردة الاثنين تلات اربع خميس، يعني الاربع ايام دول اعتبر الفلوس يا النهاردة يا الاثنين يا تلات يا اربع يا خميس، هي هتوصل في يوم من الاربع ايام دول. ولكن اللي هيوصل نادي الزمالك مش 3 مليون دولار، مش 3 مليون دولار، اللي هيوصل نادي الزمالك 2 مليون و700 الف دولار. 2 مليون و700 الف دولار، وبدون المعلومة برضو اللي عندي، اتمنى تطلع غلط، بدون بند اعادة البيع. معقولة؟ طب ال 300 الف دولار دول بتوع ايه يا عم محمد؟ اولا ال 3 مليون دولار انا مستقلهم، انا مستقلهم جدا، مبلغ يعني لا يليق باحد اهم لعيبة الوسط في مصر. انما كمان ابص الاقي ال 3 مليون دولار
بقوا 2 مليون و700 الف دولار. طب ال 300 الف دولار دول راحوا فين؟ ال 300 الف دولار دول نادي ميتلاند عمل زي ما جلطة سراي عمل في صفقة مصطفى محمد، حجز ال 300 الف دولار دول عشان غزل المحلة هياخدهم قيمة رعاية اللاعب امام عاشور، بيبقى في عقد رعاية والنادي اللي هو اللعيب اتربى فيه من الناشئين بتوعه بياخد زي عقد رعاية عشان خاطر ده حقه وطبقا لشروط الفيفا. فاللي هيدخل نادي الزمالك مش 3 مليون، 2.700 الف دولار، رقم ما يدفعش في ناشئ، رقم ما يدفعش في لعيب ناشئ. انا غير راضي تماما عن سواء نية البيع او لو بعته من 5 مليون دولار وانت طالع، انما ابص الاقي 2 مليون و700 الف دولار. بصراحة الزمالك خسر في صفقة امام عاشور بشكل يعني مستفز. طيب سمعت لك صحفي هو ما بيعرفش يتكلم، اصل الكلام ده موهبة من عند ربنا، انك تقف قصاد الكاميرا وتكلم ناس دي موهبة من عند ربنا، وخاصة لما تكون لايف كمان، انك تبقى لايف كده وتقعد تكلم الاف بدون ما تتلخبط وبدون ما تتهز، دي موهبة من عند ربنا. هو بقى ما عندوش الموهبة دي، هو ما عندوش الموهبة دي، هو صحفي اسمه على اسم دولة عربية عشان اسهلها عليكم. المهم هذا الصحفي هو لما بيتكلم بيقعد يعمل يترعش كده، تحس ان هو بيترعش كده، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك كهربا مش عايز يدفع الغرامة دلوقتي. يا راجل ده الفوائد بتزيد والغرامة بتزيد والدولار سعره بيزيد قالك لا 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 لا، الكلام ده كله غلط، كل الهبد ده غلط. امال انت يا عم النبغة، اسمعوا بقى النبغة بيقول ايه. قول يا عم النبغة، كهربا حطت وديعة بالدولار في البنك والفلوس اصلا جاهزة يا جامد. وايه كمان؟ قال لك كهربا مش عاوز يدفع الفلوس دلوقتي. ليه؟ عشان الوديعة اللي هو حاططها في البنك دي بتزيد، الفوائد بتاعتها بتزيد. ايه دي النبغة دي؟ ده انت نبغة. الواد ده كان بيطلع الاول على الكفر عندهم هناك في النجعة، الواد ده كان بيطلع الاول، هو كان بيطلع في يعني كان بياخد مركز الاول بتاع النجع عنده. وديعة الدولار بتكون 3% الفوائد بتاعتها، لو انت حاطط ربنا فتحها عليك يعني وعندك دولارات وحاططها في البنك بتاخد فوائد سنوية في السنة 3%. طب كهرباء الغرامة اللي عليه فوائدها كام في السنة؟ ها حد عارف؟ 5%. طب كهربا خسران ولا كسبان؟ بتاخد 3% سنوية، ده اذا كان كهربا شايل فلوس بالوديعة، بتاخد 3% وعليك 5% او هتدفع 5%. يا اسكى اخواتك، يبقى انت فاهم ولا انت كنت علمي ولا ادبي؟ يلا ولا انت كنت علمي ولا ادبي؟ ده انت لو حتى ادبي ده انت ما عندكش ريحة الادب، انت ما عندكش ريحته، انت مش عارف حاجة وبتطلع على التلفزيونات وبتتكلموا، والله العظيم انتم ما بتعرفوا تتكلموا، اقسم بالله انتم ما بتعرفوا تتكلموا. الله يخرب بيت الوسائط اللي مالية الاعلام، ما الاعلام ده كله ماشي بالوسائط. وسمعت الاستاذ المحترم الراجل اللي انا يعني رجعت اتابعه تاني زي الاول، استاذ عبد الناصر زيدان، لقيته بيقول حاجة كنت انا قايلها امبارح، انا اتفرجت عليها النهاردة والله العظيم بالصدفة، اقسم بالله بالصدفة. عبد الناصر زيدان بقى بيقول لك ايه، هقرأ لكم عنوان الفيديو بتاعه. مرتضى جاله رسالة من الناس الكبيرة انه يعتذر للخطيب ويقصد غرامة كهربا. ده عبد الناصر زيدان. مين اللي قال كده اليومين اللي فاتوا؟ مين اللي قال لجمهور الزمالك اللي هم مش جمهور الزمالك، اللي نازلين تقطيع في مجلس الإدارة، تقطيع
مش انتقاد. طب ما انا لسه منتقد المستشار مرتضى منصور وقلت له ما ينفعش مرتضى منصور بقيمته وقامته الكبيرة يقف في الشارع يعمل مؤتمر صحفي ويدخل عليه عيل يقعد يتكلم معاه ويهاجمه. مش مرتضى منصور القيمة والقامة الكبيرة. مرتضى منصور ده الصحفيين ياخدوا وسايط عشان يقابلوه، ياخدوا وسايط عشان يقابلوه. ما انا لسه منتقد اهو، بس بدعم مجلس الاداره، ومش هقول لمجلس الاداره ارحل عشان ماتش ولا ماتشين ولا موسم ضاع. مش هقول لمجلس الاداره ارحل. ولكن دلوقتي عبد الناصر زيدان بيؤكد الكلام اللي انا قلته، والمعلومه اللي جات لي قبل كده جات لعبد الناصر زيدان، ممكن تكون جات لي الاول، ممكن تكون جات له الاول، ولكن هي معلومه جات لنا احنا الاثنين. يبقى الضغط على مرتضى منصور عالي. ليه الضغط على مرتضى منصور عالي؟ هقولها لك تاني وتالت ورابع. مرتضى منصور لما لقوا مين دول اللي لقوا؟ معرفش. مرتضى منصور لما لقوا ان الجمهور بتاعه منقسم، وناس عاوزينه يرحل وناس عاوزينه يبقى، والجمهور عمال يتخانق مع بعضه، مرتضى منصور اصبح ضعيف عند ناس. مين الناس دول؟ معرفش يا اخوي، لما اعرف ابقولك. مرتضى منصور اصبح ضعيف، اصبح ضعيف، فاي ضغط عليه هيبقى سهل، اي ضغط على مرتضى منصور سهل جدا. فهمتم؟ فهمتم اللي انا عمال وجع قلبي فيه؟ فهمتم اللي انا عمال وجع قلبي فيه؟ وانا يعني مش عايز اقولك القص يعني القشة التي قسمت ظهر البعير معايا ومع مجلس إدارة نادي الزمالك. المعلوماتي إن غرامة كهربا مش هتتقسط، إنما إن تم تقسيط غرامة كهربا فسوف تكون النهاية، نهايتي في الدعم ما بيني وما بين مجلس إدارة نادي الزمالك. لن أدعم مجلس إدارة نادي الزمالك ثانية واحدة إذا تم تقسيط غرامة كهربا مهما كانت النتائج. ولازم محمود الخطيب يدفع ال 80 مليون جنيه بالدولار مش بالمصري، بالاخضر زي اللي انا لابسه. مش هسمح والله، لو بكره يوم القيامه، لو بكره يوم القيامه لازم محمود الخطيب يدفع ال 2 مليون دولار وال 5% فوائد بالدولار في حساب نادي الزمالك عشان ما يعملهاش تاني، عشان محمود الخطيب يكون يعني زي ما بيقولوا كده صلى وصام وما ياخدش لعيب بالشكل اللي خده ده تاني، وعشان النادي الاهلي بشكل عام يكون صلى وصام على الموضوع ده وما يكرروش تاني الكباري اللي بتحصل. فانا شعرت معاوية ما بيني وما بين مجلس ادارة نادي الزمالك المحترم هو تقسيط غرامة كهربا مهما كانت الضغوط. انا عندي المستشار لو عليه ضغوط فعلا يطلع يعلن انا بنسحب وانا هقدم استقالتي. ليه؟ عشان انا في ضغوط عليا ابو تمارس. ساعتها بقى نبقى احنا عارفين ايه اللي بيحصل وايه اللي مش بيحصل. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب ده بالنسبة لعبد الناصر زيدان اللي اكد المعلومة اللي انا قلتها لكم. في كلام طالع ومعلومة جات لي لقيتها على المواقع. ماتش الزمالك والترجي يوم السبت الجاي، ماتش الزمالك والترجي يوم السبت الجاي، اذا حدثت هذه المعلومه فنادي الزمالك مخترق، نادي الزمالك مخترق وفي جواسيس داخل نادي الزمالك. جات لي معلومه ان ابراهيم نضاي هيبدا في مركز المهاجم بدل سيف الجزيري، والمعلومه دي انا ما كنتش هقولها. طب ليه بتقولها؟ بقولها عشان خاطر بدات تتنشر على المواقع، فانا جاي لك عشان اقول لك المعلومه دي جات لي، وبنسبه كبيره المعلومه متداوله. طب انت شايف ايه يا محمد؟ بص يا سيدي، لو المعلومه دي حصلت يوم السبت يبقى احنا مش في نادي الزمالك، يبقى احنا مش في نادي الزمالك. لو تم تسريب التشكيل قبلها باسبوع يبقى احنا مش في نادي الزمالك، يبقى احنا في مركز شباب الحبانيه، يبقى احنا في مركز شباب الحبانية، يبقى احنا نقفل النادي ده ونفتح مكانه مول تجاري زي مول البستان كده، اذا صحت هذه المعلومة.
لان مش كل ماتش التشكيل يتسرب، مش كل ماتش التشكيل يتسرب. بصراحه الموضوع بقى استفزازي، وفي جواسيس في الزمالك، وفي جواسيس في غرفه يعني ملابس نادي الزمالك. ممكن يكون لعيب، ممكن يكون لعيب، ممكن يكون لعيب، ممكن يكون لعيب اول حرف من اسمه شلبي، ممكن يكون لعيب اهلاوي وما بيحبش الزمالك، ممكن، ممكن يكون حد من الجهاز الفني او الاداري، او ممكن. هنشوف المعلومة دي هتصح ولا مش هتصح. او كمان برضو جالي ان الونش هيكون في القايمة اللي هتسافر، طبعا هيكون احتياطي ولكن هيكون في القايمة اللي هتسافر. تعالوا بينا ندخل على الاخبار الكويسة، وتعالوا بينا نشوف المستشار مرتضى منصور منذ قليل زف بشرة سارة لنادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور منذ قليل قال ايه بقى يا سيدي؟ تعال اقول لك المستشار مرتضى منصور قال ايه. المستشار مرتضى منصور قال لك ان منذ قليل اللجنة بتاعت لجنة اسمها ايه، لا هي مش الانضباط، لجنة اللي بتأيد اللعيبة دي، اللي بتأيد اللعيبة اسمها لجنة ايه، ما انا عشان لجنة مش في دماغي نسيت والله اسمها لجنة ايه. الانضباط، لا مش الانضباط، اكتبوا لي لجنة ايه، اللهم صل وسلم على رسول الله، نسيت اسمها. المهم اللجنة اللي هي بتاعت ما اعرفش شؤون اللاعبين ولا التظلمات، التظلمات. متشكرين يا استاذ ياخد حقه موندو لافر واستاذ علاء، لجنة التظلمات بقيادة الاستاذ الشربجي. لجنة التظلمات، المستشار مرتضى منصور نزل على صفحته منذ قليل ان لجنة التظلمات اجتمعت منذ نصف ساعة وستصدر القرار بنسبة كبيرة اليوم، وستصدر القرار اليوم. وانا عندي معلومة ان القرار هيطلع بقيد التلات لعيبة، والزمالك يا النهاردة بالليل يا بكرة الصبح هيستلم التلات كارنيهات بتاعته. وعندي معلومة تانية ان فريرة هيسافر بالتلات لعيبة تونس، فريرة هيسافر بالتلات لعيبة الى تونس. الاستاذ او المستشار بقى الشربجي اللي هو رئيس اللجنة بيقول لك، نزل تصريح برضو منذ قليل بيقول ان جالنا الاوراق النهاردة وهندرس النهاردة القرار وهنطلع القرار طبقا للقوانين، هنطلع القرار طبقا للقوانين. فاعتقد ان دي بشرة كويسة من المستشار مرتضى منصور عن الغرامة والقيد بتاع اللعيبة، سوري، ان شاء الله باذن الله يكونوا موجودين. وبالمناسبة الزمالك دفع 3 مليون جنيه يوم الخميس اللي فات، وكان رايح بشيك ب 4 مليون جنيه، اتحاد الكورة رفض الشيك وقال لا، يا تجيب لي كاش يا اما تجيب لي شيك مقبول الدفع. الزمالك اعتقد امبارح او النهاردة بعت الاربعة مليون الباقيين، والتلاتة مليون دول رسوم القيد. الاربعة مليون اللي راحوا النهاردة او امبارح دول من المديونية القديمة، هيتم اليومين الجايين عقد اجتماعات مكثفة ما بين ادارة الزمالك واتحاد الكرة عشان يجدول هذا المبلغ. فنتمنى ان المستشار عادل الشربجي يطلع القرار اللي هو شايفه عادل من وجهة نظره، واكيد القرار العادل باذن الله هو قرار قيد التلات لعيبة لنادي الزمالك. طيب ارفعوا